رجعت رجعنا لكم جديد وحلقة جديدة. راح نلعب لعبة ماينكرافت تحدي من جمال أحسن بيت نجد ثلاثة ثلاثة تسعة طلبات. يلا خلينا نبدأ. واحد ثلاثة ما باي مرة واحد ثلاثة صادم مش مابي بس ما بسلمة عطتنا تحدي. انزل بس على قلبك انا مكتوب بالكاتشب صحك لا تحضر في التعليقات نحن شو ناكل انو حكيت كاتشب. هل انت انا راح اجيب الاغراض قصد بكر انا اسف غيرت لوني المفضل. سنة جديد كنت أقول حاليا ما أحب كنت أجيب أغراض الأساس هذا يخلقني بعد كنت رميت إشي أحب الشجر ولا البيت. حجيب أكبر شجرة بيجن أكبر وهي الشجرة عنا منها كبيرة بالحال. هاي شجرة صنوبر جيب هاي جيب هاي وجيب المكتبة القديمة عشان بتطور أكثر جيب الأدرة أبشي نعمل هيك واحد اثنين كل واحد اثنين عشان يطور يكون أكثر قوة. من سرق هن شيلها ليش؟ أضل هنا شوية أكل عشان نعيب الصناديق هذا بتذكر مش كله بيفوت مش كله فات حط هاي ونجيب بس خبز فين جبت الأثاث؟ بس بنطور أول إشي الأدواء بعدين نعمل. أنا جبتش الأثاث آخر إشي لأنه أنا خربطت جبت الأثاث. أعمل هيك. سوى شيل اللي عندك المكتبة بلعب بيد واحدة
حط هنا مبلش الطاولة، نسيب المكتبة، نشيلها هي بالأهم، نثبت هاي، أربعة وستين شلون؟ أجيب تسع أذرع، أعمل زيك. نروح نبدل الشفل للأكس، نعمل كمان هيك ونروح. كني كبيتها؟ لا، نروح نجيبها. عرفت مشكلات الأربعة والعشرين؟ أنا مش عامل مكتبة، مش عامل. طور 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 طور، احمدها هذا. بس لو في تطوير الطيار شجب هذا. صح، القاعدة هاي. لا مش طيار، سمكة بتذكرني. صار قبلي فاير، فاير تو. بس انا فاهم بدور تطوير. انت بس بسيرفايف بتجيب الكتاب، بس انا بالكريات بجيب السيوف. احنا نعمل نطور. مش فيار ولا فيار، بس لودينج. انا شايف شيء. بدي فاير، بدي فاير فاير. لا فاير، لا فاير، لا فاير، لا. بس متطور يمكن يطلع فاير. صورتي 100 2000. بعدني بطور بس عشان فاير، بس عشان فاير، عشان فاير، عشان فاير. نعمل كد 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 عشان نكبر المكتبة شوية شوية شوية. الكوب هاي، اكبر شوي. اتفرج شوف التطويرة كم صارت. صرت سباير، بس اتطور اكثر. الاسلوب مش عارفة بجيبها، وبعطوني تطويرات احسن. بدي فاير ثري، فاير ثري، فاير ثري، فاير ثري، فاير ثري. عادي ما طلع فاير ثري، بس المهم جبناه. ننزل ناخذ اشي ونكب اشي، نروح شوي. وها
هسه بنروح نبدأ بالأشياء الخارجية، بالبلوكات الخارجية. خلصت. سمسكوتي بعني علي انتي ايشي ملابس استعجله اجيب الخشب لا 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 مو نفسه. بعد ما طوعت الباب النار سما صوت مخلصة، وانا بعد اخترت البلوكات اللي بدي اياها. شي بس بلوكة واحدة كلها نفس. طلع في كثير اصلا البلوكات وانا رايح عند الخشب سكر داجي تحت الحذر. سالمة حذر انا تحت شو يا ودي التليفون يا تحت التخت استهلك كثير هون المكان أحسن. سلمى سامعيتني؟ راح نبدل البلوكات. راح نجي من هاي البلوكات ونجيب ولا صوف نجيب خشب نو 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 هاي الخربان ايش ابيض هاي ايرون هاي كذاك ايرون مو حلو. شوف قلودة سلمى احنا نفس البلوكات عادي لانه جبت بلوكة طلعت انت عمليتها. انا مكبر كثير البيت اهو لازم الطابق الأول راح يخلص. جد أول مرة بعرف بيتي ما راح يكون كتير كبير كتير كبير. نشوف سامع تحكي تحت نحتاج مساعدتكم عشان نقي تقيموا عشان هكلم السامع كل سامعين كلكم تموت. فكرت البوهون بس حطيته جوا موت. لحمي مشوية زاكية لما تصيحها شدها لانه انا الطبقة الثانية مش نفس
عشان شلتها مش عشان في ناس الطبقة، بس يمكن أعمل قزاز عشان النور. هلا جت سلمى، شعرك مبين. هاي كنت بشيلها الحمد لله ما شلت. نهاية الحلقة، بس نعمل لكم بيت حلقة جديدة يوم مرة الجاي، مش اليوم مرة الجاي. وهذا بيتي طبعا، بسرعة سما طلعت، حطيت فيه شوية قزاز والسلمة بيتها ما شاء الله. والدرج هنا. طبعا لا تنسوا لايك واشتركوا وخذوا شعلات. يلا باي.